نعم، ونحن نتابع على الهواء مباشرة وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة برئاسة رئيس المخابرات اللواء خالد فوزي. نشاهد هذه اللقطات على الهواء مباشرة الآن. نشاهد الوفد الأمني المصري وهو يلتقي في غزة برئاسة اللواء خالد فوزي. هذا الاجتماع الذي تحدثنا عنه قبل قليل، والذي بالتأكيد سنتابع ما ينتج عنه بعد أن يتم الاجتماع، حيث سيكون هناك لقاء بين رئيس المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر السلطة الفلسطينية برام الله. ونشهد وصول سيادة اللواء الآن إلى مقر السلطة الفلسطينية. نتابع. مش في مشيت الزهر فعلا. الفيزيون المصري يعني.